يلا معافين إن شاء الله. يعافي قلبك، شكراً. ليكي ألماس خانو، بدي إياكي تنتبهي كتير منيحة لأكلك وشربك من هلأ ورايح. ماشي اتفقنا؟ بتاكل بتاكل، أصلاً مو شاطرة غير بالأكل. لا لا تقولي هيك، بالنتيجة هي مرة حامل وممكن ينخفض سكرها، لهيك انتبهي. انتبهي على مواعيد الأكل تبعك، تمام بيضا؟ ماشي مع فايين ما فايين ان شاء الله. شكرا. صح رح نجي على ساحه الضيعه. تمام تمام نشوفكم. يلا الله معكم. بهار شو وين رايح انت؟ بهار ممكن نحكي شوي؟ خسرتي فرصتك بالحديث رنجل. بهار انت مجبوره تسمعيني. لا ماني مجبوره، ماني مجبوره، شي حلو والله. بس اسمعي، دكتوره رح نادي لفتوش خانو. اي يلا خود نفس. فتوش خانو متفضلي لعنا. تمام مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا بستنى، ما بفوت على المكان اللي هاد فيه. لا أنا يلي رح عاينك، ما في داعي نتأخر، تفضلي. ما بدي، أنا ما بقعد بمكان هو فيه. فتوش ليش هيك عم تعملي يا روحي؟ أنا كم مرة صرت شارح لك لا عم تسمعي ولا عم تفهمي؟ أنتو تعرفوا بعض؟ على شوي كنا رح نخطو. بس هلا أنتو منفصلين. أيوة بالناقص من هيك جوازة، أساساً أمه ما كان بدها يعني. ليش ما بدها إياها؟ ما بعرف هيك عقلة. بتقول عني منزعة. فتوش ما بتقول عنك منزعة، بتقول عنك عنيدة. المرة المسكينة هيك تعرفت علي بسببك انت، شو تعمل يعني؟ انا وياك كنا عم نحكي بعدين فجأة ما بعرف شو صار له. ايه هيك كان يقلك؟ كان يهرب ودائما وضعه مو طبيعي، بس بلشت المشاكل وقت اللي امه اشتغلت بالبستان. شو عم تحكي؟ قديه هالقصة غريبة. هو ما قال لي انه هي امه، لا تواخذيني بس امه ما بتعرف تشتغل، مشان هيك انا حكيت كل اللي بقلبي بوشها. بس انتي تماديتي كتير يا فتوش، بعدين هي مرة كبيرة بالعمر وفوق هاد هي امي. اسماعيل اسمعني والله هلا بجيب بارودة جدي وبقصك نص ساعة الضيعة. طولي بالك، تفضلي خلينا نجي لهون، تفضلي روقي. هلا المرة ما بدها يعني، شو اعمل؟ وانا كمان ما بدي ابنها، تروح تلاقي وحدة غيرها. مزبوط معك حق، بس اسماعيل انت يا ريتك حكيت وقلت انه هي بتكون امك، مو هيك؟ نحن غلطنا يا اختي، يعني مو طالع بالايد شي. انا بجي بعد الظهر بس يروح هالقليل الاصل. يلا يا اسماعيل سلامة قلبك، ما قلبك شر، معافى ان شاء الله. بس يا اسماعيل يعني لو انك كنت صادق ما كنت نزعت قصة الزواج، ما هيك؟ طولي بالك علي يا اختي، انا اللي فيني مكفيني، مو ناقصني الا انت كمان يا الله. زواج؟ انتي شو؟ شو؟ زواج شو؟ انتي كنتي جدية لحد اليوم؟ بشو كنت جدية أوراس؟ انتي شو قلتي قبل شوي؟ شو قلت؟ زواج؟ شو قلت أنا؟ زواج شو هاد؟ انت بتعرف رأيي بالزواج شو هو؟ بعرف، أنا اللي بعرف. ايه شو لكان؟ عن شو عم تسألني هلأ؟ شو رح يصير بعدين إذا تزوجتك؟ اف حاجة حكي فاضي هلأ.